سيدي، من هم يأجوج ومأجوج والذي ذكرته في إحدى خطبك لصلاة الجمعة المقدسة؟ المفسدين في الأرض. الجميع المفسدين. مش مختصر ليس لهم حدود معينة. ليس، ماكو داعي للتحديدهم. ومصادق لهم كما أن للحق مصادق للباطل مصادق، ولا يتحددون بصنف. واكو قليل، اكو يرتفع الباطل عندهم، اكو يقل عندهم الباطل. ماكو رواية تحدد لنا مصادق مثل يشربون بحيرة أساوة أو هذا أمثلة. أمثلة مو يعني مصادق أو هاي وبس. أي واحد يرتكب حرام فهو مفسد، فهو يجوز ومجوز. بس قلت لك كلهم بقدره. نستطيع أن نقول أنه السيد محمد الصادق قدس الله نفسه الزكية قد بنى جدار عازل أو فاصل للمؤمنين لكي لا يصطدم أو لا ينكشف عليهم ولو معنويا، باعتبار أنه الطاغية كانت له أفعال مثل أعياد رأس السنة المسيحية وأعياد المعارك أو الهزائم. كانوا المؤمنين في معزل ينظرون إلى باقي البعثيين والمرتزقة وهم يعلقون الألواح ويرونهم كأنهم قلقوا. مصداق مصداق، قلت لك أصدق مصداق تتوفر في كل شهر مرة، قد يكون في كل قرن مرة، مو شرط. يعني أنت جهة حق وجهة باطل دائما موجودة، مأجوج وموجود دائما موجودين، والإمام موجود والمعصومين وأتباعه موجودين. وأيضا يعملون جدار أو مثلا هذا اللي يقول أن العولمة منها هم جدار، لأن جدار مو إن شاء الله كالجدران التي تبنى في هنا من هنا وهنا. وأنا شون العولمة أنه تريد أن تخليها قرية في يدها، إلا أن قلوب المؤمنين لا تكون تحت سيطرة. إذن أكو جدار لا حول قلب المؤمن حتى لا يكون تابع لشنو؟ نسميه سد بتعبير القرآن. جدار سد، كما أن على أهل الباطل غلف قلوبهم أكنة أو كذا أو غلفون أو مدري شنو من الآيات، فهم لا يبصرون لا يفقهون لا يعمهون كذا واجئهم. المؤمنين بالعكس عن الباطل عندهم شنو؟ جدار يسميه أنت سد. ضربنا بينهم سدا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. خبر مصداق سبحان الله.